السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. أخوكم أبو عبد العزيز من مجموعة السفر ترافل جروب، وتشرف بالتغطية من حساب السياحة المذهلة المتميز بكم دائما. إحنا الآن في هولندا، وبالتحديد في قرية اسمها خيثور، طبعا وتكتب جيثور، حرف الجي ينطق خاء بالهولندية. هذه القرية ممنوع دخول السيارات فيها، السيارات لها حد معين ومواقف مخصصة، وبعد كذا التجول بهذا البوت. سعر الساعة ب 15 يورو، طبعا انت بنفسك حتسوق هذا البوت، والموضوع سهل وجميل جدا، والقرية هادئة وأكثر من ممتعة. قرية خيثورن أو جيثورن، هذه القرية لا يسكنها إلا الأطباء والمحامون وذوي الدخل العالي من الهولنديين، والسبب في ذلك دعمهم لبلدية المقاطعة ماديا والمحافظة على جمال هذه القرية وخالية من القرية صغيرة والفنادق فيها محدودة جدا، وأسعارها نوعا ما مرتفعة، ودائما يفضل السكن في قرى مجاورة لها. نترككم مع بعض المناظر. ما شاء الله تبارك الله، اللهم نسألك الجنة ونعيمها. بالنسبة لنا اخترنا السكن في قرية اسمها زفولة، هذه القرية تبعد نص ساعة عن خيثور وهادية جدا، وأسعار الفنادق رخيصة. الفندق في زفولة فندق ميركور 4 نجوم ب 220 ريال سعودي لليلة الواحدة، وأعتقد سعر جدا ممتاز. منظر المباني والبيوت الخاصة، جمال يفوق الوصف، ما شاء الله تبارك الله. بصراحة القرية مميزة وفوق الوصف، وتستحق الزيارة وبقوة بدون مجاملة بصراحة. فعلا بيوت مرتبة واهتمام بعناية، والصورة أبلغ من الكلمات. طيب نكتفي بهذا القدر، وبالنسبة للأسئلة والاستفسارات إن شاء الله راح أضع لكم حسابي، وتشرف بمتابعة الجميع.